لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يطل علينا أيها الأحبة بنعمة الرب شهر جديد، وهو شهر تشرين الثاني، وهو في الكنيسة الأرثوذكسية مليء بالأحداث والاحتفالات الكنسية الكبرى والقديسين العظام. في هذا الشهر يبدأ صوم الميلاد والذي يستمر 40 يوما ويقودنا إلى عيد الميلاد، ويتم الاحتفال بأحد الأعياد السيدية 12 الكبرى، وهو لوالدة الإله والذي يركز على دخولها إلى الهيكل عندما كانت طفلة. ومن بين العديد من القديسين العظماء والمحبوبين الذين نحتفل بهم هذا الشهر، القديسين كوزمو ودميانوس عادم الفضة، ورئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل، والقديس نكتاريوس العجائبي الذي من جزيرة إيجنا، والقديس الشهيد العظيم ميناس، والقديس يوحنا الذهبي الفم، والقديس الرسول فيليبوس، والقديس غريغوريوس بالاماس، والقديس الرسول متى الإنجيلي البشير، والقديس الشيخ المعاصر ياكوفوس ساليكيس، وعروس المسيح العظيمة في الشهيدات كاترين الإسكندرية، والقديس الرسول أندراوس المدعو أولا. ثلاث محطات رئيسة تنتظرنا إذن في هذا الشهر: عيد رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل وسائر الطغمات الملائكية، وبدء صوم الميلاد، وعيد دخول سيدتنا والدة الإله إلى الهيكل. هذا الشهر إذن هو شهر أعياد كثيرة في الكنيسة الأرثوذكسية، مما يسمح لنا بالتأمل يوميا في معنى خلاصنا، خاصة ونحن نستعد للاحتفال بميلاد الرب في الشهر المقبل. فكل عام وأنتم بألف خير.